مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إكسبلور أنغولا. سنزور مدينة موساميدس في مقاطعة نامبي، وهي مدينة ملتزمة بالتجديد المدني وتوفير الفرص للفنانين والمبدعين الشباب. من خلال شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تشهد المدينة نهضة معمارية تتميز بالألوان الزاهية وتحتفل بتاريخ المدينة العريق وعلاقته بالفنون والعمارة والسينما. تقع مدينة موساميدس في جنوب غرب أنغولا، وهي واحدة من أفضل موانئ الصيد في البلاد. تعرف إلى المحرك الأساسي وراء هذا التغيير في المدينة، إما سامالي دا سيلفيا. كانت المرحلة الأولى من البرنامج عبارة عن استراتيجية تهدف إلى خلق روح مشتركة وشاملة للمدينة. أما الخطوة التالية فكانت تغيير طريقة التفكير وإجراء تغييرات شكلية. ترميم وإعادة إعمار واجهات المركز التاريخي. لدينا أيضاً مركز للخدمات يعتمد على إنشاء شراكة مع الشركات الصغيرة. كجزء من تغيير معالم مدينة موساميدس، تهدف المهندسة المعمارية إلى إعادة الحياة إلى الأثار القديمة، مثل هذه القاعة التي لم تفتتح أبداً. هذه غرفة الآلات والسينما وصالات العرض للفنانين. توقف البناء بسبب الحرب الأهلية، وتخطط سامالي دا سيلفيا إكمال المشروع أخيراً. وتنتظر السينما افتتاحاً للعروض منذ عام 1974، وحصلت على دعم من هيلدوبرتو ألفريدو ماديرا الذي كان والده من بين أولئك الذين قاموا ببنائه. أعتقد أننا يجب أن نفعل ما قام به المبتكرون لنظهر على الصعيدين الوطني والدولي ما تمثله هذه المقاطعة، ليس فقط في مجال الفن ولكن أيضاً في مجال الثقافة. ومن أجل إشراك الناس، تحشد سامالي دا سيلفيا جيشاً من الرسامين لتجديد واجهات المباني والمنازل في جميع أنحاء المدينة. وسيستفيد بيت هذه السيدة من عملية التجديد. بيوتنا ستصبح جميلة، نحن ممتنون ونستمتع حقاً بهذا المشروع. وإحدى الشركات الخاصة المشاركة في هذا المشروع هي شركة توكوماك تيتو أسوسيادو. ما يحدث في مجتمعنا عندما يرى المواطنون فريقاً أجنبياً يعمل في موطنهم ينصدمون، لكن أهم شيء هو الحوار. إنهم في الواقع يلاحظون تغيراً جديداً في المباني والمساحات. يشارك فنانو الشوارع مثل يوهانس سيلاس وباولو دانيال في هذا المشروع. هدفنا هو التأكد من استمرار الحياة في المقاطعة بحيث تبقى جميلة وتساعد الفنانين على التعبير عن أنفسهم أكثر فأكثر، مما يجعل هذه الجدران تنبض بالحياة وتعكس ثقافتنا على كل جدار في هذه المدينة. تمثل هذه اللوحة الكثير من المشاعر، وتتناول طفلا يشرب الماء على الأرض. نحاول أن نعكس الظروف السائدة في جنوب أنغولا، ويؤثر الجفاف عليها أكثر من غيرها. إضافة للفن، يقدم هذا المشروع وظائفاً للسكان المحليين. مثلاً تنتج هذه الشركة طلاءً بمجموعة مختلفة من الألوان. لأن الفن هو أيضاً وظيفة، ازداد عدد العاملين الذين كانوا عاطلين عن العمل، وبهذا نخرجهم من التهميش، كما تكتسب المدينة مزيداً من الفن. شواطئ المدينة ستستفيد أيضاً. سنلون مظلات الشمس على طول شاطئ البحر. نحن نجعل مدينتنا ملونة أكثر وأكثر حيوية، وبالتأكيد أكثر جاذبية، سواء بالنسبة لأولئك الذين يرغبون القيام بأعمال جديدة، وأيضاً لأولئك الذين يرغبون في زيارة المعالم السياحية. كانت هذه شهادة رائعة على التجديد الحضري. شكراً لكم. يمكنكم مشاهدة هذا التقرير مرة أخرى على موقعنا.